مرحبا أحبائي أطفال صف الروضة الأولى مع المشروع الثالث أنا والطبيعة. في هذا الشريط التعليمي أحبائي الصغار سنتعرف على الأزهار. أزهاري في المجال اللغوي الكتابي سنتعرف على أسماء بعض الأزهار: نرجس، بنفسج، فل، وردة. لتنفيذ هذا الشريط التعليمي نحن بحاجة صور لبعض الأزهار: زهرة الربيع، شقائق النعمان، الزنبق، الوردة. هيا بنا أحبائي الصغار نتعرف على بعض الأزهار. بعد الاستماع إلى قصة النحلة السعيدة هيا نتعرف على هذه الأزهار. هذه زهرة الربيع لونها أبيض وأصفر. هذه شقائق النعمان لونها أحمر. هذه زنبقة لونها أبيض. هذه وردة لونها زهري. زهرة الربيع، شقائق النعمان، زنبقة، وردة. والآن هيا ننفذ هذه البطاقة. أزهاري. اربط الكلمة بالصورة المناسبة: نرجس، بنفسج، فل، وردة. أين هي كلمة نرجس يا أحبائي؟ نبحث عنها. نرجس، نرجس. أحسنتم. بنفسج، بنفسج. أحسنتم. فل، فل. وردة. أحسنتم أحبائي، عملا جيدا، عملا رائعا. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار، علينا أن نذكر أسماء الأزهار وننفذ هذه البطاقة بمساعدة ماما. نطابق الصورة بالكلمة، ويمكنكم أيضا أن تذكروا لي بعض الأزهار المزروعة في حديقتكم. هل تستطيعون تنفيذ هذه المهمة؟ ونعبر بجملة عن الأزهار. مثال: هذه شقائق النعمان لونها أحمر. هذه وردة لونها زهري. أزهاري في حديقتي. نبحث عن الأزهار ونسميها، نشير إليها بهذه ونذكر اللون. عملا موفقا، إلى اللقاء.